بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سنتحدث في هذه الأمسية عن بعض أعلام الجزائر الذين اشتهروا على مستوى العالم الإسلامي كله، ليس في الجزائر فقط، وإنما في الجزائر وفي المغرب وفي تونس وفي الشرق المشرق العربي. وهؤلاء العلماء الأجلاء الكبار بكل أسف لا يعرفهم كثيرون من الجزائريين إلا الذين يشتغلون في ميدان التاريخ، أساتذة التاريخ ودكاترة التاريخ في الجامعات، وبعض ربما أساتذة العلوم الإسلامية. أول واحد أتحدث في هذه الجلسة باختصار جدا لأن الوقت ضيق كما قيل لي، هو العلامة الكبير محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني. محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني هو ينتسب إلى قبيلة مغيلة، وهي إحدى فروع قبيلة صنهاجة الأمازيغية أو البربرية كما كانوا يسمونها من قبل. فهو الرقم 22، الرقم 20 من علماء هذه القبيلة. وأول المغيليين هو إلياس المغيلي الذي كان جندي من جنود طارق بن زياد في فتح الأندلس. عبد الكريم المغيلي ولد في القرن 9 الهجري، لا نعرف ولادته بالضبط، ولكنه توفي في سنة 909 هجري، يعني في بداية القرن 10 الهجري. عبد الكريم المغيلي أخذ المبادئ أو أخذ المرحلة الأولى من تعليمه حفظ القرآن ودراسة الفقه المالكي والنحو العربي وغير ذلك عن أبيه. أبوه كان عالما كبيرا أيضا في زمنه، ثم انتقل إلى علماء تلمسان وهم كثر على ذلك. علماء تلمسان في القرن التاسع الهجري كان في قمة حضارته وفي قمة تقدمها في ميدان العلوم في الإقراء، فيها كثير من علماء تلمسان على ذلك مثل ابن مرزوق الجد وابن مرزوق الحفيد ثم ابن مرزوق الكفيف، فيهم العقبانيين وفيهم ابني الملك وفيهم أفشوش وفيهم بن زاغو، يعني تلمسان كانت، وفيهم المقاريان أجد والحفيد. تلمسان كانت مملوءة بكبار العلماء آنذاك. لكن المغيلي رحمه الله بصفته شغوف بالعلوم وله رغبة كثيرة في تحصيل العلم إلى حد ما يمكن أن يكون، عندما تخرج في تلمسان التحق ببجاية، التحق ببجاية ومكث في بجاية 3 سنوات، درس على كبار علماء بجاية. يعني من الصدف أنه درس على الشخص الأول شيخه في بجاية هو محمد بن إبراهيم العلامة الفقيه المحدث الرباني الصوفي، محمد بن إبراهيم البجاية، وهو الشيخ الذي درس على من قبل المغيلي عبد الرحمن الثعالبي ويحيى العدري. ويحيى العدري وعبد الرحمن الثعالبي كان زميلين في بجاية وكان تلميذين لهذا الشيخ الكبير. فالمغيلي التحق بهذا الشيخ والتحق بشيخ آخر درس عنه الإمام عبد الرحمن الثعالبي وهو أبو منصور عثمان المنقلاتي، فدرس في بجاية 3 سنوات. لأنه يجب أن أشير هنا إشارة خفيفة أنه التلمسان هي أحدث مركز للثقافة في الجزائر بعد بجاية. بجاية سبقتها بحوالي قرنين، ولكن في القرن 9 الهجري بدأت الكفة تميل شيئا ما في العلوم العقلية إلى تلمسان، ولكن العلوم النقلية والشرعية وعلوم القرآن والحديث كما يسمى بعلوم النقلية كانت ما تزال بجاية هي المحطة الأولى أو المدرسة الأولى في هذه العلوم. فانتقل المغيلي انتقل من تلمسان ومكث بجاية 3 سنوات إلى أن توفي شيخه محمد بن إبراهيم. فلما توفي شيخه محمد بن إبراهيم في بجاية التحق بتلميذ شيخه وهو الشيخ عبد الرحمن الثعالبي في الجزائر في العاصمة، فأصبح تلميذ لعبد الرحمن الثعالبي. والشيخ عبد الرحمن الثعالبي أعجب بتلميذه إعجابا كبيرا نظرا لجديته ولجرأته ولاجتهاده
ولفصاحته ولتفانيه في تحصيل العلوم. أعجب الشيخ بالتلميذ إلى درجة أنه زوجه ابنته المغيري، تزوج ابنة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي. وبعد أن كبر الشيخ المغيري التحق بتلمسان من جديد، ولكنه فرض على نفسه الجهاد، فأصبح الشيخ الفقيه الأصولي المؤرخ المنطقي حتى الطبيب، لأنه درس الطب في 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 تلمسان قبل أن يلتحق ببجاية، أصبح مجاهدا. في هذه الفترة في القرن التاسع الهجري، يعني ما يعادل القرن الخامس عشر الميلادي، اليهود الذين جاءوا من الأندلس، اليهود لم يكونوا عندنا من قبل، وإنما رحلوا أجبروا على الهجرة من الأندلس كما أجبر المسلمون على الخروج من الأندلس، استطاعوا أن يشتروا ذمة ملوك بني زيان آنذاك في تلمسان، وكذلك قاضي تميمون، ففتح لهم الأبواب واشتروا الذمم وأصبحوا يمتلكون جزء كبير من الصحراء، بنوا معابد واشتغلوا بالتجارة واشتغلوا بالشفاء، فأصبحوا طغاة طغوا. عبد الكريم المغيري لم يقبل هذا لأنه يخالف الشرع، فشن هجوم على أولي السلطان أو الأمراء آنذاك، وهم الأمراء الزيانون في تلمسان، وحتى زملائهم في المغرب الأقصى المرينيين، ثم على القاضي خاصة القاضي تميمون، وشن حرب وكون جيش وشن حرب على اليهود، فهي أول حرب وقعت بين اليهود والمسلمون بعد حروب المدينة المنورة، بعد غزوة خيبر التي نعرف تاريخها جميعا. فشن عليهم هجوم، حتى المغيلي معابدهم التي بنوها بغير وجه الشرع، ولكن عندما انتهى من اليهود الشيخ المغيلي تفرغ لنشر العلم فيما يسمى الآن بدول الساحل في أفريقيا الجنوبية، فهو الذي أدخل الإسلام حتى نيجيريا، وهو الذي أدخل العربية إلى هذه البلاد، فهم إلى يوم الناس هذا يدينون له ويعترفون له إلى يوم الناس هذا، أن نشر الإسلام ونشر اللغة العربية في دول جنوب الصحراء، وطرد اليهود من الصحراء من توات، وبقي في هذا الطريق وألف عدة كتب، يعني من أكثر الجزائر تأليفا، ولكن نشير إلى كتاب واحد مهم جدا، هو تاج الدين فيما يجب على الملوك والسلاطين، فهو كتاب سياسي بلغة اليوم. أنا أتمنى لو أن كل حكام المسلمين يقرؤون هذا الكتاب. نحن نعرف أوروبا تأثرت كثيرا بكتاب البرنس نتاع ميكافيلي، وحنا على حتى لدرجة أنه يكون واحد يتشطط ويتصرف يقول هذا ميكافيلي، لأنه هو كتاب موجه للأمراء، وهذا الكتاب الذي ألفه المغيلي أيضا اسمه تاج الدين لما يجب على الملوك والسلاطين تجاه أمتهم وتجاه دينهم وتجاه وطنهم. ولهذا تمنيت أن لو أن هذا الكتاب طبع ووزع على ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية، الدول الإسلامية مش العربية، الدول الإسلامية، ليعرفوا أو لينظروا كيف ماذا يقول الشرع في هذه الأمور في قضية الحكم. وبقي الإمام المغيري رحمه الله في تيميمون في أذرا إلى أن توفي هناك ودفن هناك في كما عاش في هذه المنطقة تاع توات، وأظن قبره قريب في أذرا فيما يسمى بزاوية كونتا حاليا. هذا هو مع عبد الكريم المغيري الذي يجب أن نهتم به كثيرا وننشر كتاب ألف في كل شيء، في جميع العلوم، في الفقه وفي اللغة وفي الأدب وفي البلاغة وفي التاريخ وفي المنطق، لم يترك بابا، وفي السياسة كما قلت لكم لم يترك بابا إلا وألف فيه هذا العلامة الكبير المغيري الجزائري محمد بن عبد الكريم المغيري رحمه الله، وشكرا لكم.